أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة، تمام، في يوم جديد، في معلومات جديدة، في شغل جديد، في قصص جديدة، تمام. اليوم هيك حب يعني أدردش معاكم وأقصدر أنا وياكم بهالبراد هاي 37 درجة الحرارة تقريبا، تمام. فبنقصدر بهالبراد شوية أنا وياكم وندردش ونشوف شو في إشارات، شو في قصص، شو في سواليف، تمام. بدي أورجيكم يعني احنا ماشي اكثر من مره انا بنزل فيديوهات زي هيك، احنا كيف بنلاقي الاشارات، تمام، شو الطريقه اللي بنلاقي فيها الاشارات وكيف بنشتغل عليها وكيف بنعرف. طبعا في كثير اشارات، يعني في طريقي مثلا بلاقي في كثير اشارات، لكن بشتغل شوي شوي يا اخوان، ما في داعي كل اشاره وقف عندها، ماشي، لان في اشارات كثير مش مهمه اصلا، تمام. خلينا نشوف، هون عندي قص صخري، طبعا هذا هو قص الصخري يا اخوان، شايفينه؟ دائما بحكي انا في قص صخري، مثلا من عندي اشاره باجي بقول مثلا في اشاره فوق باتجاهها في قص صخري، مثلا بعطي التوجيه، بقول انه التوجيه بالاتجاهات، ماشي، وبحكي انه في قص صخري. هذا هو القص الصخري يا اخوان، شفتوه؟ هذا هو، تمام. سهل ولا مش سهل؟ حتى هذا عليه اشارات، يعني حتى هذا بتحسوا عليه اشارات كمان، تمام. في مكان حفر سهل ان نلاقي اللي هاي. طبعا شايفين السيال كيف كله بصمات، هذا السيال كله بصمات، تمام. عندك هبه العدس، تمام، عندك نزول السيال، عندك سيال صناعي برضو بصمات كله. اذا في عندي مكان حفر يا اخوان، شايفينه؟ هذا مكان حفر، تمام. عند مكان الحفر برضو في اشاره لجف جنبه، ماشي. اذا اشارته هذا الرئيسيه ممكن تكون هاي، يعني ممكن، فكيف نلاقي الاشاره؟ ممكن انها تكون هاي طبعا شرحنا عليها، لا مش هاي، احنا شرحنا عليها قبل هالمره، هاي توديكم على السنسل الثاني، مش على هاي السنسل، على السنسل الثاني، تمام. اذا هذا له اشاره بتكون موجوده هون، هاي اشاره مكان الحفر يا اخوان، تمام. خلينا نشوف شو في عندنا اشارات كمان زي هيك، احنا بندور على الاشارات يا اخوان، مش يعني والله جايين 40 كيلو 50 كيلو عشان اشاره جرن وقعد احف فيه احف فيه احف فيه احف فيه، اطلعوا جرن غصبت عنه، تمام. صراحه يعني وقلت لكم ترى هاي احنا معنا، يعني احنا ما بنطلعش من غير معنا عدتنا، تخافوش، تمام. هاي بنفتحوا، هاي شايفين كيف معنا عدتنا، بس احنا ممنوع اصلا كنظام يوتيوب. اذا انت اليوتيوب بيعرفوا انك انت بتعرض اسلحة على، حتى لو كانت سكينة يا اخوان، حتى لو كانت سكينة، اليوتيوب اذا بيعرفوا انك انت بتعرض اسلحة على هاي بيغلقوا لك القناة، نفس اليوتيوب بيغلقوا القناة. طبعا في خيار موجود للي وصلوا يعني مواصيل مثلا في القناة، في خيار انك لما تيجي تنزل الفيديو بعد تفعيل الربح وبعد تفعيل الامور هاي، في خيار صغير بيقول لك انه انت تستخدم مثلا كلام بذيء، مثلا تستخدم أسلحة، بتستخدم بتعرض الأطفال بالتصوير مثلا كذا كذا كذا، ماشي. يعني هون بصير في خيارات، إذا ما كتبت خيار إن أنا بستخدم أسلحة في داخل التصوير، تمام، أنواع أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء، إذا ما حطيت الخيار هذا ومسكوها بسكروا القناة يا إخوان، تمام. فإحنا منعرضش بالمرة، ناش نسكرها القناة، منخليها كويس، ولا معانا سكاكيننا، معانا قصصنا، تمام. شوف الإشارات هون يا إخوان، شايفينها كيف كلها جرون تثبيت، هذا جرون، اجي عند واحد بيقول لك هذا جرون تثبيت اللي هو 3 ب3 يا اخوان، هو حتى 2 ب2، هذا جرون تثبيت، شايفينه؟ معاه جرون تثبيت ثاني، معاه جرون تثبيت ثالث. طب شو هاي الجرون؟ جرون هاي قبور يا اخوان، هاي منقله متفرقه، هاي منقله لكن متفرقه مش مرتبه، يعني هاي بتحسوا انه القبور موجوده لكن موجوده كيف؟ موزعه على المكان، تمام. خلينا نشوف، طبعا هون جرون مغاره مع تثبيته، هاي شايفينه كيف؟ هاي جرم مغارة مع تثبيته، مع بصمة، مع بصمته، مع كل شيء، تمام. هاي زي ما احنا شايفين، كثير في اشارات، طلع الجرون هذا بيمشي عليه 40 كيلو، 40 كيلو بدراجة يا اخوان، 40 كيلو بروح بالشمس وبالصحراء عشان جرون، لا حول ولا قوة الا بالله، تمام. ما حدش زعل مني يا اخوان، انا والله ما بحب ازعل حدا، والله العظيم ما بحب ازعل حدا. خلينا نشوف هون مثلا، هون
شايفين تشكيل المغارة؟ هذا اللي جينا حكينا عنه قبل هالمرة. هذا تشكيل المغارة يا اخوان، هاي لجفه، هاي كامل اللجف كامل نزولا تحت. شو في داخله؟ هذا تشكيل المغارة. شو في داخله؟ داخله قبور، هايها مبينة قبور عندي، قبور كثير مش قبور شوية يعني. اصلا تشكيل المغارة كبير، مبين كبير تمام. اذا مدخل من هنا، اذا في عندي مغارة مثلا على الاتجاه. طيب والاشارات اللي موجودة فوق الفراغ؟ اشارات غير موجودة، غير يعني ما بنقدر نتبعها الا اذا كانت اشارات توجيهيه نقدر ناخذها، لانه الفراغ اللي موجود هون خلاص تحتيها فراغ تمام. يعني ما بقدرش اجي اقول انه هاي الاشاره والله خلاص تحتيها، لا تحتيها فراغ، لانه هاي الاشاره بتكون تمويهيه او توجيهيه لمكان ثاني تمام. لكن اشارات حقيقيه هي تابعه للاشاره هاي، هيها موجوده هون، جرون كلها ترى اخوان هاي تمام، شايفينها كيف؟ جرون جرون كامل، وين ما بدي يروحوا جرون تمام. طيب خلينا نروح هيك نشوف ان شاء الله ما تطلع لنا حية. بس والله ما بحب الحياة، والله العظيم يا اخوان ما بحب الحياة، والله ما بحب الحياة تمام. هاي هون شايفين في ماكلين حياة، هاي هون يا اما كلب يا اما ابصر شو اللي ماكل دجاجة هون، ولا ابصر شو هي. طيب خلينا ندور على الاشارات، احنا نشوف الاشارات احسن لنا تمام. طيب خلينا ناخذ هون. طيب هسه هون مثلا شايفين اشاره اللجف، هاي اشاره لجف حلوه، هاي اشاره لجف حلوه. في واحد سالني على اليوتيوب قال لي الصخر عليها اشارات لجف كثير، اي اشاره لجف اتبع؟ قلت له اي واحده فيهم انزل فيها وانزل. يعني اشاره لجف هاي تابعه للاشاره، هاي اشاره لجف تابعه للاشاره تمام. الاشاره الموجوده اصلا ما فيش اشاره، اشاره قلب هي، هاي يا اخوان شايفينها اشاره قلب. بس انا مشكله معيش غير السكين، يعني الصور اقول لك بقلد في الزلمه تمام. خلينا ناخذ الاشاره هاي، يا الله ما معها توجيه. طيب عندي يا اخوان اشاره قلب، اشاره قلب معاها توجيه، توجيه شابك معاه جرن اول، هاي جرن اول وجرن ثاني. اشارة التوجيه شابكة مع الجرن اذا في عندي فراغ تحت الارض مع اشارة القلب تمام. اذا عندي هذا وهذا صحيح مليون بالمية، اللجفين صحيحات مليون بالمية، عبارة عن قبر امرأة موجود في المكان تمام، عبارة عن قبر امرأة موجود في المكان. طيب خلينا نكمل، سكرنا هذا عشان نضبه تمام. هاي هون مثلا، هاي مش مبينة كثير لكن مبينة زي القدم، شايفينها اشارة القدم هاي هاي. خلينا نشوف هاي اشارة المغارة، هاي اشارة المغارة حكينا عنها قبل هالمرة، وهي لجفها موجود هون، هاي لجفها موجود ونزولها موجود وإشي مرتب هاي. طيب هاي نفس العملية اشارة تشكيل المغارة. طبعا هذا اللي انا حكيت لكم اياه، هذا كله انا من وين بلشت؟ بس شوفوا كيف بلشت من هون، من هاي النقطة تمام، بس جيت هيك وجيت هيك يا اخوان. شفتوا كل هذا الحكي اللي حكيت لكم اياه فهاي بس تمام. ايش بيحير؟ بدك تحيره خيره، احنا بنحكي بدك تحيره خيره تمام. هسه بنشوف شو في اشارات كمان، يعني بدك هون زي عاملين زي اوكازيون، اوكازيون بدك تحيره خيره. يلا يا جرون، يلا يا جرون، يلا يا جرون، والله العظيم انه اقول لك لو فاتحين بالي تجرون ما هو زي هيك. ترى ترى لسه في جرون، لو فاتحين بالي للجرون هاي بيستخدموش، بيجيبوه من برا من اوروبا تمام. لو فاتحين بالي ما هو زي هيك. يلا سيالات، يلا جرون، هاي شايفين هاي، وهي هون جرون كمان معها طينة حكمة. شايفينها كيف؟ عشان بدي اجي اقول لكم هاي اشارة لجف، هاي اشارة لجف. طلعوا جرون اللي معاه، طلعوا بلاوي تمام، طلعوا التشكيل هاي مكسور، هذا الحجر باقي ملزق، هذا الحجر هذا كاسر تمام. شو بدي اقول لكم؟ هون انا بخاف اطلع لي حية، بس بمشي مش مشكلة.
طلع هاي الصخرة اللي جنب، طلع الصليب، طلع في ذريعة، طلع شايفينه؟ هاي شايفين الصليب كيف؟ هاي صليب كبير. دقيقة ارجع لورا بورجيك اياه من هون. هيك المشكلة انا مش شايف من الشمس، استنى شوي. هاي شايفينه كيف جاي، هاي هيك ونزول لهم صليب. طلعوا البصمات اللي عنده، طلعوا قديش في بصمات. اشي حلو، اشي حلو، اشي يعني اشي مش سهل صراحة. ارجع بورجيكم المنطقة وين بلشت من هون. هيها لفيت وجيت لهون، بس هذا في المكان هذا، هذا في المكان هذا. لسه ما رحتش الارض طويلة من هون، بعيدة لسه ما رحتش بعيد. اعرف صاحبها الارض، اعرف صاحبها بشتريها. لو اقولكو هاي بهاي بتاخذ لها قرض الارض، هاي يعني بناخذ قرض نشتري الارض. حلو، هاي بناخذ قرض وبنشتري الارض، صارت هوني تراب. تمام، ناخذ لنا قرض نشتري هاي الارض وبنبلش فيها. وين ما في موقع جيبها الجرافة تك 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 وخلصنا منها السلافة. جيبها الجرافة تك 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 خلصنا منها السلافة. بنروح نسكر القرض يا اخوان. تمام، وبنبلش حياة جديدة. شايفين كيف طلعوا؟ هذا زي الصحن. تمام، شفتوا كيف؟ يعني من طلع لنا موقع بنسكر القرض، ضروري نسكر القرض، وضل عندنا الجرافات والهاي. فبنبلش ايش؟ نحفر ونطلع، نروح نبيع. زي هذا قال له لبنات والحليبات، قال له بدي اجيب بقرة بحلب البقرة بعبي، بصير اسوي لبن، ببيع اللبن بشتري كمان بقرة برجع احلبها برجع بعبي ببيع اللبنات. تمام، با 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 بالاخير انكسرت الجرة فوق راسه. تمام، ولا جاب بقرة ولا حلبها. احنا نفس العملية، بنفتح موقع وبنبلش ونشتغل ونشتغل، بصير معنا مصاري ونصير اغنياء. مش هذا حلم البحيشة؟ مش هذا حلم البحيشة يا اخوان؟ والله ما هو حلم. تمام، شوفوا الاشارة هاي المخفية، طلع طلع اشارة مخفية وبرضه قلب. شو قصة القلوب هون؟ هاي قلب شايفينه، بس مخفي جاي هون هيك مع اشارة لجف بسيطة ومخفية كمان اشارة اللجف. يعني شغل حلو هون. هات خلينا نشوف شو في هاي. والله هاي حلوة، بس شو هي يا ترى؟ ما هي هذه الإشارة؟ شو مبين؟ ما يبين معي إشارة مغارة، بس يعني شو الإشي العظيم؟ إشارة مغارة مع سيالاتها نزولا. في مغارتين فيها هاي، عندي مغارة في هذا المكان وعندي مغارة في هذا المكان، بيناتهم سردال. تمام، بس هذيك الإشارة ليش مخفية بهالطريقة هاي؟ مش عامل إشارة مغارة زي ما تثبيت. ما مش عارف، مش عارف ليش هاي هيك خافين. هاي إشارة القلب مع إشارة لجف. اوف اوف شو هاي، استنوا خلينا نشوف. استنوا 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 يا اخوان دقيقة، انا تطلع لي حجي انا هسه وقت الاشارات. طيب دقيقة يا اخوان دقيقة، مشكلة العدة مع حمودة بالشنطة، حمودة مش عندي. طيب شوف انت الحكمة. طب ليش حاطين انت الحكمة هون؟ طيب الاشارة المخفية هي هناك، ليش حطيت انت الحكمة هون؟ والله شكلنا راح نضل نضطر نطلع على السكينة ويصير جزء من شخصيتنا. صح، يصير جزء من شخصيتنا يا اخوان. شايف امين؟ ها دقيقة 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 يا باسم، خلينا نجيب الاسناد يا اخوان، نجيب الاسناد ضروري ونلعب بالسكين شوي. شايفين كيف الغزة؟ هاي غزة معلم، هاي خايف اقولها كمان مرة تجي بيجري. غزة معلم، بطل معلم. دقيقة، هاي غزة معلم. لا عفو عليكم، ها راح الموس. دقيقة اخوان، بس يجينا الاسناد، هاي جايين على الطريق. هاي فريق الاسناد، هاي شايفينه؟ هذا فريق الاسناد، هذا اللي معتمد عليه انا، هذا يا اخوان الفريق اللي انا معتمد عليه.
هذا الفريق اللي بده يعبطنا للحكومة، مش يعملنا ذهب. تعال يا عمي اعطينا الشاكوش يا حمودة من عندك. وصل منيح بالسلامة. بدي بس افك هالران اشوف هذا ران ولا لا، او انه في اشارة تحتيه مخفية. طلع اشارة مخفية اللي هنا، اشارة قلب هي مخفية شايفها، هاي اشارة قلب مخفية. اعطيني حمود الشاكوش من عندك. يي حقك على راسنا يا زلمة، احنا اسفين. خليك لابسها، خليك تطلع دفاعية. هاي شاكوش سكر اشوف، اشوف في تحتيها جرم ولا لا. احنا ما بنحكيش راني يا اخوان، انا اشوف بس في تحتيها جرم ولا لا. اذا في جرم هسه بنفحصها على السياخ. شو الشاكوش هذا؟ جديد زي ما لو انت الوكالي. امسك اعطيني الشاكوش تبعي. لك وين الشاكوش حمودي؟ ركب عندك، مش لاقي الشاكوش عندي. خليكم معنا يا اخوان دقيقة يا اخوان، بس بتأكد في اتاكد من زيت طينة الحكمة. شايفين؟ افتح تمام. تعال انا واصلك لتحت، شايف؟ واصلك لتحت لسه فيه. بس هبده هيك زميل هون شوي. اه لا صار هسه صخرة، صخرة طبيعية. بس اعطيني هون واحدة، دير بالك ايدي. دير بالك. اذا ما هي الشوكة استنى شوي. يا شباب ايه طيب دبان بابا. طيب شوف اللي ايش تحتيها جرون ولا ايش هو. اعطيني الشاكوش تبعك هذا. هات بجيب لك شاكوش. وين الشاكوش يا حمودي؟ لاحظتوا وجود طينة الحكمة يا اخوان؟ لاحظتوا وجود هاي الطينة؟ تمام. يعني ليش انحطت هون؟ يعني مستحيل اجوا حطوها هيك عبث، او حطوها اشاره. مش اشاره كل شيء. ها لسه. طيب نوعدكم نشيلها ان شاء الله ونشوف شو في تحتها. تمام. طبعا مع فريق الاسناد اللي موجود، ماشي. فريق الاسناد هذا اللي احنا بنعتمد عليه في المهام الصعبه، في المهام الصعبه اللي زي هاي. انها صراحه مهمه صعبه يا اخوان. تمام، خصوصا محمد. تمام. طيب شكرا لكم المتابعة يا اخوان. شفتوا احنا كيف الطريقة اللي احنا بنلاقي فيها الاشارات، وكيف احنا بنعرف ندور على الاشارات، وكيف احنا من هناك. برجع بقول لكم مرة كمان مرة، مشيت هيك بس ومشيت هيك لهون، شفتوا كم اشارة لقينا. موضوع مهم يا اخوان هذا اللي انا بحكيه، هذا مش مدح، انا مش قاعد بمزح يا اخوان. يعني مش قاعد بمزح وبقول كم اشارة وما كم من اشارة والى اخره. تمام، موضوع مهم هذا. نرجع بنحكي في نفس الموضوع، اذا احنا بدنا نحكي عن الاشارات وتحليل الاشارات، ناخذها من اهل الاشاره. تمام، من الناس اللي عندهم الاشارات، من الناس اللي عندهم الحضارات. تزعلوش مني لهالكلمه، كل الدنيا فيها حضارات، ماشي. ما تزعلوا مني لهالكلمه، كل الدنيا فيها حضارات، لكن مناطق عن مناطق بتختلف. تمام، شغل عن شغل بيختلف، ماشي. باجي بحكي عن حضاره امازيقيه صار لها 5000 سنه 6000 سنه، تمام، ولكن حتى فقيره. يعني مش الامازيغي حتى فقير، ما في ذهب. احنا بدي كل ادوارتنا على الذهب. احنا قلقانين هسه هي امازيقيه ولا هي قرود؟ احنا قلقانين في هذا الموضوع. احنا كل ادوارتنا على الذهب يا اخوان. تمام، بدنا نطلع هالذهب ونترزق. وانتوا كلكم قاعدين تتابعوا عشان تترزقوا، ما اتوقعش في واحد فيكم متابع عشان انه والله حبا في هالقناه، لا، عشان يترزق، عشان يتعلم، صح ولا لا؟ مع الزمان بصير يحب القناه، صح؟ امسك حمد الشنطه بس، طلع فيها اقرب ولا شغله. هذا اللي بنحكي فيه يا اخوان. ما بهمني اليوم شو طبيعه الاشاره، مين اللي حط الاشاره، مين هو هذا اللي حط الاشاره، شو بهمني انا؟ شو اني لقيت اشاره الصليب، مشيت على شغلها، على حركتها، على توجيهها، على رمزيتها، على قرودها. تمام، عشان اطلع دفينها، مش عشان اجي اتصور معاها يا اخوان. مزبوط يا باسم ولا لا؟ طبعا. خلينا نحرك. تمام، يعني تسلى بها الشمس. احنا جاء الواحد 37 درجة الحرارة يا اخوان، والله طلعوا الشمس كيف في نص صباحنا. رمضان بدون مية، والله استوينا. ماشي، عشان بالاخر الاقي اشارة اتصور معها سيلفي؟ شو بدي بهالسلافة؟ انا بالعمدة سويت الحلقة هاي، بالعمدة انا عملت الحلقة هاي. تمام، صراحة شو القصة هاي؟
بتعرف الحضاره شو هي وبتعرف المنطقه شو هي وبتعرف شو قصه الام المنطقه تكنيزي ولا بيزنطي ولا روماني ولا والمشكله اللي بيسالك اللي بيسالك اشارته هو بيعرف وين مكانها اصلا يعني هو بيعرف انها هي هاي في منطقه منطقه رومانيه ولا هي منطقه بس ايش بيحبوا الفلسفه الفاضيه والله يا بديك لي واحده بعت لي حليت له الاشاره اللي بيقول لي هذا عثماني ولا روماني ولا يوناني وشو في جوا بيحذر فيك وشو في جوا كمان بده يعرف شو في جواتها يا اخو هذا كله بس على صوره واحده تمام مش حمود ورانا يلا ماشي يا اخوان هذا اللي بنحكي فيه شو بهمنا احنا شو بهمنا شو قصته وضع الاشاره وشو لفته وشو قيمه شو حط وامشي 40 كيلو عشان اشوف الاشاره وبيجيك هذا بنيامين هذا الثاني بروح بمسك هالسياخ وبقعد يطعم لي في امهم تمام ليش التتويه وبيجيك الثاني هذا الساهر بقعد ابصر شو يحكي وبيجيك جمال مصطفى ابصر شو بقعد يحكي وكل واحد ابصر شو بقعد يحكي يا اخوان تمام احنا ما بنحكيش عن واحد معين احنا بنحكي على الجميع يا ما اعطوا معلومه صحيحه سهله ببساطه خلي هالناس تترزق يا اما فكوكم من هالسلافه مشان الله شوفوا لكم شغله ثانيه افتحوا لكم مطعم فلافل يا عمي روحوا افتحوا لكم مطعم فلافل والله نفسي بحمص وفلافل انا راح اجيب حمص وفلافل عشان الفطور اليوم تمام افتحوا لكم مطعم فلافل يا اخوان اهل الاشاره خليهم للاشاره يا عمي محللين الاشاره الصح خليهم شغلهم انتوا اللي تخشوا لي كل يوم والثاني كل يوم الثاني يا اخوان هذيك اليوم طلع لي واحد بجبل قاعد بصور وبقول لهم الجبل هذا وفي في الجبل شو اسمه سلسله ماشي بتعرفوش بتعرفوه ولا لا اردني لسه جديد طالع جديد على الساحه ماشي شاف سلسله زي هاي يا اخوان زي هاي تنظيف ارض صار يقول هاي تكنيزيه هاي تنظيف ارض هاي الارض اللي جنبها هون نظفوها حطوا السلسله هون ماشي نظفوا الصخور من الارض عشان يزرعوها فعملوا سلسله هون فصاروا يقول لهم هاي تكنيزيه انتوا وين جايين يا اخوه من وين جاي يا اخوي صرنا 25 سنه في الموضوع هذا من قبل ما تنولد يعني من قبل ما تنولد يا فلان يا اردني ما نحكيش على حدا غريب ماشي من قبل ما تنولد واحنا في الموضوع هذا طلعت تخربط لنا في الناس كل يوم الثاني طلع لنا واحد بقصه طول رايح اتصور سيلفي معها 40 كيلو طالع ولا 50 كيلو طالع لها وبنص الصحراء عشان اتصور سيلفي ماشي تلقى اقول لك كيف بنعمل الجرون بعمل لك ماكينه يا عمي وبعت لك اياها على حسابي من هون بارامكس بعمل لك ماكينه بتعمل جرون تمام بتعمل لك كم جرون في صخره جنب البيت وبتروح بتصورهم حبيبي ماشي بعمل لك انا بعمل لك هي بي ماكينه صغيره بتيجي قد الحجر هيك ماشي وزنها كيلو بجوز قدها وزنها كيلو بيجي معها مناويل بعطيك اياها معلم في صخره جنب البيت بتروح بتعمل الجرون فيها طبعا بعطيك اياها تعمل قياسات يعني بعمل لك اياها بالمخرطه هون بتعمل قياسات عندك جرون 3 في 3 بخليها تعمل لك جرون 3 في 3 جرون 6 ب 6 جرون 12 ب 12 جرون 20 ب 20 تمام وبخليك تشتغل عليها على باب البيت شوف لك صخره زي هاي هيك زي هاي حتى هاي عليها اشارات يا اخوان انا داري شوف لك صخره زي هاي حبيبي وبتعمل جرون 3 سم بعدين بتعمل جرون 6 سم بعدين تحط جنبه هيك وبصير تشرح عليها ماشي بخليك تطلع جرون مرتبه كلكم عارفين عن مين بحكي تمام بس كل يوم الثاني بيطلع لنا واحد جديد يا اخوان هاي في بير هون دقيقه معلش سامحوني يا اخوان على الحلقه هاي انا بدي افرطها بصراحه انا بصراحه بدي